مشاهدينا جولة جديدة من جولاتنا الفنية المليئة بالأسرار والكواليس والأخبار، وإليكم أهم العناوين. مقابلة حصرية مع أهم نجوم الفن في حفل الموضة بالأردن. لقاء خاص للجولة الفنية مع النجم إياد نصار. ظهر الزعيم عادل إمام في أحدث برومو لمسلسله عوالم خفية في شخصية صحفي روائي بيبحث عن معلومات مهمة من أجل التحقيق فيها، وظهر في البرومو عدد من الفنانين المشاركين في البطولة وعلى رأسهم فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، بشرى، صلاح عبد الله، وده بعد ما تصدر الزعيم بمفرده البرومو الأول للعمل. مسلسل عوالم خفية تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان وإخراج وإنتاج رامي إمام. صور الفنان ياسر جلال عدد من مشاهد الأكشن من مسلسل رحيم في استوديو أحمس، وجمعت المشاهد بينه وبين باقي فريق العمل، وبيستمر التصوير في نفس الديكار عدة أيام. كمان بيستعد جلال للسفر للبنان لتصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث المسلسل، بتكون المشاهد الأخيرة من العمل. المسلسل من بطولة ياسر جلال واللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز وصبري فواز، هو من تأليف محمد إسماعيل أمين ومن إخراج محمد سلامة. احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي عدد متابعيه على موقع انستغرام ل4 ملايين متابع، ووجه رمضان رسالة شكر لجمهوره وقال ثقة في الله وإن شاء الله نبقى 40 مليون قريبا. وبيخوض محمد رمضان السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل نسر الصعيد، وبيشاركوا البطولة النجمة وفاء عامر وعدد كبير من الفنانين، منهم سيد رجب والتونسية درة والتونسية عائشة بن أحمد وعيدة رياض ودينا، ومن تأليف محمد عبد المعطي ومن إنتاج العدل جروب ومن إخراج ياسر سامي. أعلن موقع هوليوود ريبورتر أنه من المقرر عرض فيلم وثائقي عن أيقونة الكوميديا الراحل تشارلي تشابلن، وده في الدورة 71 من مهرجان كان، واللي هتعقد يوم 8 مايو وهتستمر حتى 19 من نفس الشهر، وسيعرض الفيلم في سوق الفيلم لومارشي دو فيلم. انطلقت في العاصمة الأردنية عمان فعاليات أسبوع الموضة الأردني لتصاميم الصيف 2018، واللي بتشارك فيها مصر، وبينظمه الإعلامي أحمد علوة مؤسس مهرجان الموضة العربية، وشارك في المؤتمر كل من مصمم الأزياء المصري هاني البحيري والجزائري كريم أكروف والكويتية أديبة الممري وغيرهم من المصممين. كاميرا الجولة الفنية كانت هناك ونقلنا لكم أجواء الفعاليات، وفي البداية قابلنا رئيس المهرجان أحمد عليوة، تعالوا نشوف قال إيه عن الفعاليات. طبعا هي الفكرة جت بان انا ليا صديقي يعني شعبان مرقة، هو اردني الجنسية، وقعدنا اكتر من مرة واتكلمنا مع بعض اكتر من مرة، فان احنا تجينا الفكرة ان احنا نعمل فاشن شو كبير في الاردن. هو طبعا اتعمل قبل كده فاشن شو في الاردن بس مش بالشكل ده، هتلاقي النهاردة شكل مختلف تماما، شكل دولي، هتلاقي كل مصممين الازياء جايين من كل الدول العربية، عندك من الجزائر كريمة عكروف، من الكويت مصممة الازياء اديبة المحبوب، في من الاردن مصممة ازياء اسمها سهى، في طبعا هاني البحيري ضيف شرف الحدث، في مجموعه كبيره يعني مختلفه وشكل مختلف. انت هتلاقي حاجه حتى الديكوريشن معمول على احدث موضه، الكات ووك معمول بشكل مختلف وكبير. طبعا انت عارفه يعني الحمد لله كل الفنانين بيثقوا فينا جدا وبيثقوا في الاعمال اللي احنا بنعملها، وخلي بالك هو في الاول وفي الاخر الجمال والصحه والموضه مكمله للفن، فالاثنين بيندمجوا مع بعض، فاحنا في الحدث ده دمجنا الاثنين مع بعض. ان شاء الله احنا بنحاول ان احنا هنعمل حاجه في باريس باذن الله، هنعمل عرض ازياء عربي في باريس باذن الله، دي الخطوه اللي جايه ان شاء الله. وقابلنا كمان عدد من الفنانين اللي شاركوا في الفعاليات في الأردن وتم تكريمهم، من بينهم الفنانة لقاء سويدان اللي كلمتنا عن تكريمها وقد إيه هي مهتمة بعالم الموضة والأزياء، تعالوا نشوف قالت لنا إيه. مبسوطة طبعا إن أنا في عمان فاشن شو، إن ده أول إديشن لي، وأتمنى له إن شاء الله النجاح، وبقول مبروك لهاني البحيري انه بيعرض وعمل العرض لطيف قوي النهارده. سعيده ان انا بتكرم في عرض في عرض ازياء، لان انا بحب جدا الموضه وبحب الازياء، وفلوس كتير قوي في حياتي نضيعها على الموضه وعلى اللبس، وشايفه ان الست مهم جدا انها تهتم بمظهرها وتختار من الموضه اللي يناسب الكاركتر بتاعها وشخصيتها.
مبسوطه ان انا جيت الاردن لاني بحب الاردن قوي. الاردن بلد جميله جدا وشعبها شعب قريب قوي للمصريين، بلد فيها حضاره، بحب ناسها كده وبحس ان هم روحهم حلوه ومختلفين. كمان قابلنا الفنانة منى فضالي اللي كلمتنا عن تكريمها وكلمتنا كمان عن شغلها مع الفنان جمال سليمان وازاي بتستفيد منه، وكشفت لنا كمان عن اخبارها الجديدة. النهاردة بتكرم عن سلسلة دم، فمبسوطة ان انا بتكرم وكمان من الاردن، ومهرجان مهم زي فاشن شو معمول في عمان ومعانا اصحابنا، فحاجة حلوة بصراحة. الاردن من الدول الحلوة، انا ما جيتهاش الا مرة صورت فيها، قعدت فيها 15 يوم تصوير، كنت عاملة فيها مسلسل هنا، فمن الناس الحلوة كمان أهل الأردن. أنا شغلي كله مع أستاذ جمال سليمان، ويمكن من الحاجة الحلوة أن أنا دي تاني مرة أشتغل معاه. إحنا عملنا قبل كده ضيوف شرف أنا وهو في مسلسل لحظات حرجة، ولكن أول مرة أشتغل معاه دور كبير صراحة. مدرسة، وقد إيه هو جدع جدا وطيب، وعلى المستوى الشخصي أنا بحبه جدا يعني، فشهادتي مجروحة. انا اوريدي بحضر دلوقتي لكذا عمل، بس داخله فيلم الاول مع سام وزين ان شاء الله، اخراج استاذ عباس حشاد، اسمه تحت المطر. وفي مهرجان الموضه بالاردن تم تكريم مصمم الازياء المصري هاني البحيري، وكان الجوله الفنيه لقاء خاص معاه، تعالوا نعرف قال ايه. مقدم فاشن شو، بدات قدمته كنت قبل كده في فرنسا في اسبوع الموضه، وقدمت جزء منه صغير في المغرب، وكملت عليه فساتين قصيره لطيفه جدا كده علشان الاردن، عشان كمان دخلت دخول الصيف، فانا حضرت كولكشن حلو قوي، وعارف اهل الاردن مزوقين قوي، فاهمين قوي، بيواكبوا الموضه، بيحبوا شغل هاني البحيري، عندي كتير زبونات من الاردن فاهمين قوي، فالحمد لله رب العالمين احنا نقدر نعمل حاجه مشرفه اولا لمصر، وتبقى على قد جمال الاردن. لا ما عملتش كده خالص، او بس يعني يمكن عشان بس كنت رايح المغرب الموسم اللي فات ده، فعملت كام حاجه بالكابيشون، فالناس قالوا انت عامل كل بلد عاملها زي الوطن بتاعها، بس لا انا كنت كان الموضه الكيب والكابيشون، فانا كان حتى مقدمه في الفاشن شو بتاع مصر، اخذته معايا المغرب، فالناس افتكروا ان ده انا عامل كده لكل بلد، بس مش بعمل كده عشان انا عارف ان في مصر مش حدش هيلبسه قوي. انا برضو بخش مطبخ الشغل عشان اعمل كولكشن حلوه، الاقي مثلا امي تلبس، بنتي تلبس، مراتي تلبس، جارتي، قريبتي، الاقي عارف اللي هو العيله المصريه، فساعات ناس بتقدم كولكشن حلو بس لا يلبس، فانا انا مش من المدرسه دي، مدرسه ان انا اطبخ وكل، انا عارفه اللي هو عد الطعام وخش كل، فانا مهم ان انا اعمل حاجه تبقى فيري فاشنبل، حلوه لطيفه مختلفه ومثقفه تليق علينا. مسلسل مدام يسرى، عملت مسلسل استاذ يحيى الفخراني مدام ميرفت امين، عملت مسلسل رمضان ومحمد رمضان ودره، عندي حاجه رابعه بس انا لسه مش عارف اول لا، عشان انا متنقل اهو. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نشوف لقاءات اهم مصممي الازياء اللي شاركوا في اسبوع الموضه بالاردن. اللاين بتاعي ريدي كوتور، يعني ويدنج دريسز، ايفنينج وير، كوكتيل، يعني في كل يعني سمارت كاجوال، يعني هو لاين جديد مش موجود كتير، بس الحمد لله انا بشتغل عليه كويس، ويعني يا رب شغلي يعجبكم ان شاء الله. ناوية اقدم مامي جاكيت، وهي فكرة ان البنات وهم صغيرين بيحبوا قوي يلبسوا زي مامتهم، فالحقيقة جات لي الفكرة دي كده فجأة، فبكرة ان شاء الله اللي هتشوفوه ان كل مامي معها بنتها لابسة نفس التصميم وشبهه تقريبا، بس على طفولة شوية، فأتمنى ان هو يعجبكم. هذه أول مشاركتي في عمان، راح أشارك في أسبوع الموضة، طبعا راح أقدم فساتين عراس، راح تكون من الفساتين الفخمة المميزة، معروف عني أنا في الخليج في الدول العربية ان اديب المحبوب مصممة ازياء في الاعراس، فراح اقدم ان شاء الله اقمشة مميزة اللون الابيض الرائع، راح اقدم الطرح الطويلة الفخامة، يعني راح يكون عرض ازياء ملوكي برنسيسة، يعني تحسين شيء كله راقي راقي جدا وشيء فوق الخيال، يعني حق اطمح كل عروس انها تتمنى عندها فرح انها تختار من هذا كل شيء ان شاء الله. يجي سمى الكوليكشن بالمرأة الجزائرية في العالمية، يعني هو الهدف الزي التقليدي الجزائري بكل فنانة أو أي عروسة تيجي وتلبس تصاميم كريم عكروف،
وأقدر أقول أن غدا إن شاء الله الكوليكسيون جديدة وفيها تقنيات جدد، أقمشة جديدة بألوان جديدة وببصمة جديدة. طبعا أنا جدا فخورة بهذه المشاركة، وهذه مشاركتي وتجربتي الثانية مع الشركة المنظمة، وتجربتي الأولى كانت رائعة، فأتوقع أكيد بعد في الأردن وفي عمان أكيد بتكون أروع وأروع، فأنا جدا متفائلة إن شاء الله أن تكون تجربة مميزة يعني بإذن الله، وتترك بصمة يعني في مسيرتي. وتلتقون بعد الفاصل، لقاء خاص للجولة الفنية مع النجم إياد نصار. وإلى الأخبار العالمية، بعد تراجع في الأسبوع الثاني يعود يتصدر مرة أخرى فيلم الرعب والإثارة النفسي A Quiet Place البوكس أوفيس لهذا الأسبوع بإيرادات عالمية وصلت ل 207 مليون دولار. الفنان المتميز إياد نصار من أهم النجوم اللي تم تكريمهم في مهرجان الموضة بالأردن، وكان للجولة الفنية لقاء خاص معاه. سألناه في البداية عن حضوره ومشاركته في المهرجان. اولا لما تم دعوتي وقالوا لي الاردن قلت لهم طبعا لازم اكون موجود، لانه طبعا انت بلدك وتكريمك في بلدك وكده، وانه في تكريم جزء من التكريم باختيار الناس يعني، ده خلاني اتشجع. يمكن انا ماليش علاقه بالفاشن والتصميم، بس برضو بنفس الوقت ليا علاقه من خلال شغلي يعني، متابع بس يعني مش متابع بشكل دقيق يعني. انما فكره انه يكون في اسبوع له شكل ثقافي معين، مؤتمر طبي وكده، فطبعا إياد نصار للاسف مش هيشارك باي مسلسل في السباق الرمضاني، يا ترى ايه السبب؟ ده اللي هنعرفه حالا. والله هو السبب هو نفس السبب اللي بتقوليه، اللي هو في فكره خوف، انه يعني يمكن من كام سنه كنت الحمد لله الاعمال اللي بكون مشارك فيها اعمال بتلاقي نجاح من نوع معين وكده، فالسنه دي ما لقيتش اللي انا بدور عليه، فقلت خلاص يعني اني ما اكونش موجود افضل من اني اكون موجود في مشروع مش عاجبني. او انا الفنان اياد نصار بيشارك مؤخرا في مسلسل امريكي، كلمنا عن المسلسل وفكرته وكمان عن الدور اللي بيلعبه، تعال نشوف قال لنا ايه. انا شاركت في مسلسل هو 10 حلقات، انا ليا 3 حلقات تقريبا في المسلسل، والمسلسل ذا لومينج تاور هو عن كتاب لكاتب صحفي لورنس رايت. لورنس رايت اساسا يعني هو شخص مهتم بالميدل ايست، هو يعني هو قعد فتره في القاهره يعني، كان بيدرس في القاهره فتره، فهو مطلع على الثقافات العربيه بشكل عام، وبنفس الوقت هو بيتكلم لاول مره تلاقي الموضوع موضوعي جدا، بحيث ان هو بيتكلم عن احداث 11 سبتمبر او ما قبل الاحداث، وبيتكلم عن الفجوه والتنافس اللي بين السي اي اي والاف بي اي، فهو بيتكلم بموضوعيه، فده شجعني ان اكون موجود بالمشروع يعني. دوري ضابط يمني، دور ضابط يمني، بس يعني بعيد عن موضوع الشخصيات الإرهابية النمطية يعني، في يعني بيتكلم بالأحداث كما هي بالأسماء كما هي. مسلسل حجر جهنم من الأعمال اللي حققت نجاح جماهير كبير جدا، وشارك فيها إياد نصار مع 3 نجمات، يا ترى هيقول إيه عن التجربة؟ هنعرف حالا. حجر جهنم كان تجربة حلوة لأنه هو خارج رمضان، هو بطولة نسائية يعني مجموعة الحكاية، بس هي أساسها الرجالة، واللي بستغربه أنه أنا أولادي مثلا من أفضل المسلسلات لما تقول لهم أي اللي بتتابعوه لبابا يقولوا لك حجر جهنم يعني، فهو فلا استحسان يعني بالنسبة لي، خلاص ما عادش فارق هو أنا يعني هو النسائي ولا رجالي، المهم حقق الموضوع ده. في كتير من الـ من الـ من الأطفال أو الصغيرين تلاقيهم متابعين المسلسل ده وبيعرفوني من حجر جهنم، وتشيز دي قاعدة بالنسبة لي يعني. وكده مشاهدينا انتهت جولتنا الفنية، وليكم تذكرة بأهم العناوين. مقابلات حصرية مع أهم نجوم الفن في حفل الموضة بالأردن. لقاء خاص للجولة الفنية مع النجم إياد نصار. جولتنا الفنية لا تنتهي على شاشة أونلاين.